يا حياتي اسمع بقى من النقطه دي. قول. قال بيقول لك مره واحد موظف قال للمدير بتاعه ممكن ما اجيش الشغل بكره؟ قال لمديره عشان ايه؟ قال له عشان خاطري. عسل والله عسل. انت ما قلتليش هو اسم الوحش ايه؟ انا محمد حسين، بدلوني بيقول لي حماده. حماده؟ ايوه. كان قلبي انفتحني. سلامت قلبك. لو تسمع بيقول ايه؟ يقول دم دم دم. طب ضم انت ايدك بقى على الفلوس بتاعت المندير او الدالي. طيب تعالي لي الساعه 1 بالليل وانا هبصيت. واحده في خدها خدها يا مره. لا ما تاخرش. واحده بالليل فين؟ حاجه 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 ده يا اخويا، هو انت شايفني ستة؟ ولا ستك ولا نينا، اديني البندره بتاعتي. ما انا قلت لك بالليل. مفيش بالليل، اقف هنا. هتديني البندره بتاعتي دلوقتي هجيلك بالليل. مش هتديني البندره؟ لا هتطلع الشفت ولا هجيلك بالليل. مواصله ولا عايزه مواصله؟ خد وصل عايزه مواصله. ده انت بوس فقر. بوس فقر بوس جزمه، المهم اني خدت البندره. سلام يا شاكيرا. شاكيرا جدك القرف، ما عندكش نظر وبوظت لي شغلي. اهو سواق اهو. صباح الخير يا باشمهندس. عفوا يا باشمهندس، مؤاخذة، أنا عارف إن الركنة هنا بتاعت الأبيض أسود ممنوعة. أوبر ولا كريم؟ أوبر ولا كريم؟ لا محمد حسين. فاضي؟ هو أنا ورايا حاجة غير إن أنا فاضي يا باشا؟ أؤمر. مدير الفندق عايزك في مشوار. مدير الفندق نفسه؟ 350 جنيه. طب أجي اتفاهم معاه لوحدة كده. يلا يلا. قلت لك اسكت خلاص ما تتكلمش خالص. نتفاهم معاه. يلا يلا. طب يلا بينا. طب أطلع على باب الفندق ولا أروح فين؟ أستنى فين؟ لا لا أنت انزل في الجراج تحت عبان ما نبلغه ونجي لك. أوعى بقول لك. ما تتكلمش خالص، ها؟ أنا اللي هتكلم. حاضر حاضر. تمام يا فندم. السواق اللي سيادتك طلبتيه يا فندم تحت يا فندم منتظر في جراج اسمه محمد حسين. ايوه كده. وما طلعتوش على هنا ليه؟ الو فين السواق يا ايمان؟ ايوه يا فندم، اتفضلوا على بوابه الامن. منكوبه والله منكوبه، ولا ليكي في السياح. ايه المنجايه اللي جايه دي؟ انت انا؟ ايوه انت. امورين. انت محمد حسين؟ اه انا محمد حسين، دلعوني بحماده. انت بقى هتدلعيني بايه افندم؟ هتدلعيني بايه؟ انا ما قلتش هتدلعيني بايه. امال قلت ايه؟ قلت هتندهيني بايه. ممكن لو سمحت تبطل اسلوبك البذيء ده. بذيء ايه وفي يونكا ايه؟ انت مين اصلا؟ انا الاستاذ ايمان اللي بعت خليهم يجيبوك عشان تشتغل هنا. ايه دي؟ طيب انا ما اعرفش كل اللي حصل وانا مش موجود. اتفضل يلا تعالى ورايا. يا ريت. ايه؟ ايه يا ريت دي؟ انا ما قلتش يا ريت. امال قلت ايه؟ انا قلت انا جيت. اتفضل يلا تعالى ورايا. صلاة النبي، قط جبل شارد. وبعدين بقى ايه قط جبل شارد دي؟ انا ما قلتش قط جبل شارد. امال قلت ايه؟ انا قلت هقط شنب جامد عشان الوظيفه، يعني مش دي وظيفه؟ لازم اقط. اتفضل يلا تعالى ورايا. مين ده يا ايمان؟ محمد حسين، السواق الجديد يا فندم. اسمك ايه يا ابني؟ فضل شاكر. نعم. ما قالت لك محمد حسين يا باشا. بتعرف تسوق؟ لا مش من دسوق. بتعرف تسوق؟ لا لا طبعا بعرف اسوق. رخصة؟ معاك رخصة سواقة؟ أنا أول مرة أسمع الوقت. أه طبعا معايا رخصة سواقة، ما بسوق كده سعادتك. من عليك غلباوي. والله لا غلباوي ولا زملكاوي، بشجعش الكورة أنا. إيمان خد الراجل ده من قدامي. يلبس بدلة عم إبراهيم ويستنى بره الأوتيل جنب العربية. أه مستر شوقي، لسه مبلغيني دلوقتي إن الشيف كمان مش عايز يطلع من الصالة الفي أي بي. آه عايز ينزل وسط الناس. لا يا فندم مفيش حد بيضحك. أنا مش عارف هي دي بدلة عم إبراهيم ولا ده الصوان بتاعه. هي بصراحة كبيرة عليك حبتين، بس معلش أهو يوم وهيعدي. قولي لي بقى امام باشا، احنا رايحين نجيب مين؟ احنا رايحين نجيب اهم رسام عالمي في اوروبا. هو مولود في مصر بس جاي هو وبنته بعد رحله نجاح وكفاح 37 سنه لحد ما بقى الدكتور شريف كمال، وقرر يرجع مصر النهارده. وراجع ليه بقى؟ ممكن تقول حاله حنين. وحنين عامله ايه دلوقتي؟ لو سمحت ممكن تصوم وانت ساكت؟ حاضر. الله
حلو قوي ريحه البرفيون ده. اسمه ايه؟ خليك. حلو اسم جديد برضه. في منه رجالي؟ لا 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 مش ممكن مش ممكن. لا والله بجد ما فيش منه خالص كده. هو انت ايه؟ ما بتسكتش؟ اسكت افصل سو انت ساكت. حاضر. شريف كمال شريف كمال شريف كمال يلا يا جدعان شريف كمال. ايوه 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 شريف كمال. ايوه 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 انا ايوه يا حاج شريف كمال. شريف انا شريف زفت. انا مش عايز شريف زفت، انا عايز شريف كمال. انا شريف كمال اللي من فرنسا. الله باشا شريف كمال اللي من فرنسا. استاذ ايمان ايمان باشا شريف كمال من فرنسا. اهلا وسهلا يا فندم. حضرتك نورت مصر والله. الله يخليك. انا ايمان منصور مندوبه من الاوتيل اللي حضرتك هتشرف فيه. اهلا وسهلا. بنتي لوجين. اهلا وسهلا يا فندم. حضرتك نورت. ايه يا شريف هنقعد كتير واقفين ولا ايه؟ لا 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 ابدا. مش تعرفين على المسيو؟ المسيو محمد حسين يا فندم. دلوني بحماده. شكرا. انا عايز الشنطه بتاعتي الصغيره. حاضر الشنطه الصغيره. اتفضل يا باشا. وحقن الانسولين اللي باخدها. اتفضل. ايه ده ايه ده ايه ده؟ مش ده تمثال رمسيس اللي كان عند محطة مصر؟ لا ده تقليد يا باشا. فيتي كوبي يعني لزوم السياحة. لزوم السياحة؟ اه. يوم يهدي ظهره اللي جاي من المطار ولا المفروض يستقبل السواح بوشه؟ والله هو مدي ظهره للداخلين البلد يا تقدر تقول واخد حذره. اه تمويه يعني. انما بقى اللي يجي خارج منها يلاقي رمسيس واقف له. يعني قد تكون سياسة بلد مثلا لندغ الإرهاب. لا حبيبي مصر طول عمرها محروسة. يا ما جه عليها ناس وراحوا وهي على طول مصر دي أم الدنيا بلد المعز. بلد المعز أم المصريين وأم الخلول. أم الخلول؟ مصر أم الخلول؟ آه طبعاً أم الخلول من قديم الأزل. إحنا أقدم أمة في الكون من أيام الملك فاروق. لو سمحت بليز 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 ممكن تبطل كلامي وتركز في السواقة؟ عشان انت كده قربت تفضحني. سيدي براحته انا مبسوط قوي ان انا بسمع حد بيتكلم باللهجه المصريه اللي انا بحبها. بص يا حبيبي. ايوه. الشنطه دي اللي بتجيب الفلوس. ازاي بقى؟ اه دي فيها عده ادوات الوشم بتاعتي. اه فهمت انا كده بقى. فهمت انا ايمان باشا كده بقى. فهمت يعني حضرتك بقى كده غيرت من مهنه التنتو والرسم لتجاره المواشي. مواشي؟ مش هو بيقول بتاجر في بيعمل المواشي دلوقتي؟ ايه اللي انت بتقوله ده؟ الدكتور يقصد يعني ان هو طور من الرسم بتاعه خلاه وشم على الجسم. اه خلاه وشم على الجسم. يلا بقى هي نوايا. اتفضل يا باشا. الحمد لله على السلامه. اتفضل يا باشا. اتفضل يا باشا. شكرا. اتفضل. بس عايز اسال سؤال يعني معلش يعني لا مؤاخذه يعني هل الرسم ده يعني لا مؤاخذه يعني شغلها بتكسب ولا في الفلنكاشي؟ ايه فلنكاشي دي؟ ها؟ ايه فلنكاشي دي؟ فلنكاشي يعني هل هي بتجيب في الناس في اوروبا بيقدروا الفن التشكيلي خالص. اه عارف انا اخر لوحه انا رسمتها اتعمل عليها مزاد عالمي اتباعت بكام؟ اكيد انت رسام عالمي مش اقل من 3 4000 جنيه. اتباعت ب 35 مليون دولار. لا والله الحقيقه امان ايمان الحقيقه استاذ ايمان بيقول لك 35 مليون دولار. اتفضل يا باشا. ايه اللي انا شايفه ده؟ ده الراجل مش مركز مع اي حاجه غير مع الواد اللي انت جبتيه ده. اسمه ايه ده؟ ده ايه ساحر له ولا ايه؟ عنده قبول اتراكتف. اتراكتف؟ طب ايه رايك بقى شغله معايا خلص لغايه هنا؟ من بكره هشوف صوابين جداد. اتفضلي. اتفضل يا استاذ. اهو الله الله على النيل وحلاوته. يا سلام وحشاني يا مصر وحشاني. لوجين تعالي تعالي شوفي اجمل منظر موجود في العالم مش موجود الا في مصر. تعالي تعالي بصي شريف ما تبقاش تتكلم المره الجايه مع حد غريب ما نعرفوش. ده في الاخر حته سواق دمه خفيف وظريف وعجبني. طب ايه دخل ظروفه انه يعرف تفاصيل عن دخلك وفلوسك؟ دي فلوسك 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 مفيش فايده. ما بتفكريش الا في الفلوس وبس. طول عمرك ما بتفكريش في حاجه الا في الفلوس والماده. يا بنتي هنا مصر حاجه تانيه. هنا الناس عندها حاجات اهم من الفلوس.
أنا فاهم دماغك كويس قوي. أنا من ساعة ما قلتلك إن أنا ناوي أرجع مصر والموضوع ده تعبك قوي. لا 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 مش قصدي. لا أنت إزاي تفكر كده؟ إزاي يخطر على بالك حاجة زي كده؟ عشان بنتك ومدير أعمالك. بس الحقيقة لازم تتقال بقى، كان اللوحة دي أولى إنها تترسم في فرنسا قبل ما أموت يعني، مش كده؟ لا بعد الشر مش قصدي أكيد. بص يا لوجين، أنا طول عمري بعاملك زي بنتي بالظبط، مش بنت مراتي. الله يرحمها كان نفسي يكون بيني وبينها أولاد، لكن اعتبرتك أنت بنتي وما قصرتش معاكي في أي حاجة. كان نفسي مرة تغلطي وتحسسيني فعلا إن أنا زي أبوكي. ألو؟ أيوه. إيه؟ شنطة إيه؟ أيوه شنطة الوشم طلعها لي. لا اديها لحمادة السواق اللي جابني، خليه يطلعها لي فوق. لا مؤاخذة يا باشا. اتفضل. اتفضل فين؟ ده لا عايز حاجة؟ اتفضل خش جوه. أنا مش عايز أعمل مشاكل بس. عليها مفيش مشاكل ولا حاجة. تو ميكوت جاميك. أشكرك إنك جبت لي الشنطة بتاعتي ده، ميرسي خالص. خلصي بيه. نو. مفيش حاجة اسمها نو. مانتان إلي دوفوني تون أمي. إلى فيغ أفيك مو. أفيك لو. أفيك لو. سيبك من البرطبة ده. بتتكلم ولا بتعمل إيه؟ المفروض إن أنا مديرة أعمالك وتحترم كلامي قدام الناس. دوشة. ده أنت ما بتعبرنيش حتى ما ينفعش. لا ده عين. وحقي قال لي ده عين. أنت تتحرش بيا؟ نمتوش با إسباس دو كرابول. تو فيغا. ولا يهمك ولا يهمك، سيبك من البرطبة دي. فين الشنطة؟ هيا يا باشا الشنطة. الله يخليك، مش عارف أقول لك دي مهمة جدا في حياتي. طبعا. حطها هنا زي السنة. حاضر يا باشا. هتأتي فيها حياتي. معرفش دي إيه. يا خبر أبيض. دي كل حياتي فيها. لا مؤاخذة يا ناس، معلش معرفش هو أنت قلت لي حطها هنا. معلش حطها. لا مؤاخذة يا باشا. حطها برفق مش كده. أمرني بحاجة يا باشا؟ دي واحدة دي واحدة. تعالى تعالى بس تعالى خد 500 جنيه دول. اعمل بيهم اجيب بيهم ايه؟ لا ده حلاوه انك جبت لي الشنطه دي. لا والله. والله حلاوه الشنطه. ايوه ده نفسي تضيع واجيبها لك تاني. مروه عفوا يا ريس. ونادين عفوا يا حسين. ناجي مساء الفل حماده. بس انا فهمت طلبكم، خد الأرداف دي هترسمكم وتقرب العرسان منكم. طب ما مصيروا ما يشوفونا على طبيعتنا. يا ستي الضلمة ستارة، ابيض في النور ومفيش حاجة هتبان. لا يا عم ناجي، احنا عايزين نفضل كده على طبيعتنا أحلى. اسمعي بس يا بنت أنا بظبطك. لا لا احنا كده أحلى. الحق عليا اللي عاوز أعمل منكم ستات. يلا يا راجل يا ممحون. يلا يا ولاد الكلب يا زبالة. وناجي حبيبي. إيه يا عم؟ حبيبي. حبيبي حمادة. وحشني وحشني. إيه يا ناجي؟ انت اخي غاوي لعب عيال كده. بس دخلت عليه. دخلت. خفت. خفت. تعبت. جالي اسهال عشان تستريح. ايد حقيقي ايدي والله. لا ده حقيقي عيني. ايوه. اعمل ايه بس يا حماده؟ حد يصدق ان انا اول دفعتي في فنون جميله وواقف الوقفه دي؟ يا عم انك احمد ربنا يا عم. انت واقف على رجلك في غيرك زاحف. ده في ناس بنطلوناتها ابيض واسود من القعده على الارصفه. قول الحمد لله. الحمد لله. انت نكدت عليا. نكدت عليا. دي وظيفه الصديق بقى انت بتتكلم فيها. بس انت فين يا عم؟ عندك برفيون حلو. انت ابن حلال مصفي. حاجه جديده اسمها انوثه. دي احط لها روج دي قبل ما ابخها. لا انوثه اسمع مني، انا هرشها. ماشي. للدرجه دي حلوه؟ مبهره مبهره. الرياضة يا ناجي. انت جايبها من تحت باطك ولا ايه ورشاش عليا؟ دي من بعد 10 ثواني بالظبط بتقلب ريحه. ايه؟ ايه بقى؟ ملائكي. تصدق حلوه دي. عيب يا اخي. يلا الازازه هي يا سيدي. مش عارف ايه اللي حصل. هي بقول لك كانت عايزه نفس اليوم برضه. او نوسعه نفس اليوم. نفس اليوم والله. نفس اليوم.
يا راجل بقى صدق على فكره البنات كان عندها حق وانت راجل ممحون. ضحكت عليه وحطيت له نفس الازازه المعفنه. كنت فين النهارده انت؟ كنت فين؟ اللي انت بتعمليه ده على المسا ده وعلى القصد ده الله. انت اتخضيت ولا ايه؟ اتخضيت انت خليتيني على نفسي عملتها يا منى. ما تزعلش مني انا قصدي بس كنت افاجئك يعني ان انا موجوده في الشقه وكده. طب عايزه ايه؟ وايه اللي جابك هنا ودخلت هنا ازاي؟ دخلت هنا ازاي؟ يا ما انت عارف ان انا معايا نسخه من مفتاح الشقه. الله اقعد اقعد ده انا عامله لك اكل يستاهل بقك. وتعملي نسخه من مفتاح الشقه ليه؟ مش ابن خالتي ولازم اطمن عليك واشقر عليك كل شويه؟ وابن خالتك تروحي عامله له نسخه؟ بس بقى خلاص ما تزعلش بقول لك جايبه لك اكل وده اولا. طب وسابعا عشان خاطر تاخدي بعضك وتكلي على الله بقى. ايه اتشليت ولا ايه بت؟ مكسوفه. ومالك بتقوليها بترجرجيه قبل ما تطلعيها كده مكسوفه ليه؟ اصل انا بصراحه كنت بتفرج على فيلم السفيره عزيزه بتاع سعاد حسني لما كانت بتطلع شقه الاستاذ شكري في غيابه. الاستاذ شكري؟ شكري اللي فوقينا؟ شكري فوقينا ايه؟ شكري سرحان. اه بتاع فيلم النمر والكلاب. ايوه لسه وكلاب. ايوه بالظبط لسه وكلاب عارفه. برافو عليك. آه. هو بقى لما كانت بتطلع الشقه عنده هو مش موجود. آه. عشان بقى ايه تغسل له هدمته وتروق له قعدته وتطبخ له لقمته. قلت بقى يا بنتي يا منمن. آه. هي سعاد حسني فيها ايه ازيد مني؟ آه. عندها عنين عندي عنين، عندها بق عندي بق، جسمها كيرفي ما انا كمان جسمي كيرفي، ولو هي سفيره عزيزه انا كمان السفيره عزيزه. على رأيك ولا فيها أي حاجة زيادة عني، إذا كانت هي السفيرة عزيزة فأنت السفينة عزيزة، نورماندي تو، ترابتا تو. إيه يا حمادة؟ في إيه يا حمادة مالك؟ بص شوف بص عاملة إزاي؟ أنا نفسي تيجي تقف في مكاني وتشوفي بص هتلاقي في بلاعة بتتكلم. أنت في إيه يا سيدي العشق اللي ما بيننا ولا إيه؟ شحال ما كانش بقى بتحبنا من 28 سنة. ما أنا ديك قلتيها 28 سنة، يعني الحكم سقط، يا منى، وبعدين أبويا وأبوك كانوا قاعدين فاضيين، عواطلية، مش لاقيين شغل. قالوا ما تيجي نقرا فاتحة العيال بدل ما احنا قاعدين فاضيين. اه الله يرحم ايام زمان لما كنت بتيجي تقف لي تحت البلكونه وتقف على البلاعه عشان تشوفني. اقف على البلاعه على ديلي بقى ولا هعمل على عبلك شنبات انا؟ اقول بقى كده، قول اللي انت عايز تحلاني. ما مش مركب معزه جنب انا احلها. تمام، اللي انت شايفه يا حماد اعمله. صلى على النبي. عليه افضل الصلاه والسلام. شفتي فجأة بصي؟ اللهم صل عليك يا نبي. اه والله وابور بتاع نجيله فجأة اتحولي. فجأة بتتحولي من رومانسية للحيوان الضب. كل ده إرادة تاكسي؟ اسمي يا نص باكو. ما شاء الله يا حميدة. العزل ده. شفت أنا عارف سكتك إزاي؟ النبي بعشقك يا ابن خالتي. حمار جبلي فجأة بصي. مش خسارة فيك الأكل اللي أنا عاملهولك. ماشي يا ستي. يلا أنا هاخد الفروج وهسيب لك الكيكة. طب يلا. يلا. جاتك 60 كيكة. يلا لا إله إلا الله. سيدنا ونبينا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بجنبك بجنبك. بقول لك النبي عازب البيت هيقع. الله يكرمك. عازب بقى خرجني ضاعي بالجنب اهو. يلا سكي. عليكم السلام. كل سنه وحضراتكم طيب. طيب الله يخليك. مصلك والله انا عندي سرير بس لازق في رجله جردل كده فقلت ممكن تشنج. لا مفيش تشنج عندنا والله. مفيش اي لا 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 لا. طب في عندكم سراير؟ اه موجود ان شاء الله. طب ممكن تقول لي فين عنبر السراير؟ عنبر قصدي قسم السراير عندك كده على اليمين. يمين كده؟ اه يمين كده. طب شكرا جدا. شكرا جدا. سراير حلو ما بتزيقش؟ لا ما بتزيقش بجد والله. ان شاء الله. بس انا ما بحبش اللي بيزيق بيفضح في الحكايه. خد البرشام ده هيريحك لغايه ما تجيلي المستشفى وتدخل على قسم الاعصاب عدل. حاضر بس شوف الحل ارجوك. انا العيال ابتدت تخاف مني في البيت اعمل ايه؟ اسيب البيت؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ثانيه واحده بس اتكلم مع الدكتور يا دكتور. طب انت عندكم سراير في العياده؟ لحظه واحده من فضلك لحظه واحده. حاضر خلاص يا دكتور اعتبر المكان مكانك تمام والكرسي خلاص اتحجز باسم حضرتك. يلا
تمام. هذا السرير ده كتم للصوت ودول هدف العنتابلي. أمرني ربنا يخليك. الله يخليك والنبي، بس عشان انا يعني بفزع شويه من الحركه دي. هل انت كنت واقف مع دكتور الف لا باس شعر عليك؟ كنت بتاع بخصوص البق ده؟ عيان الف لا باس شعر عليك. الحمد لله. بقول لحضرتك ايه النبي، هو السرير اللي هناك ده كم هذا السرير؟ ده 4500 جنيه لحد البيت، وحساب العربيه عليك، يعني كله 4800 جنيه. لا لا لا، مش عايز الناس حاجه اوطى من كده، يعني حاجه اوسخ من كده شويه. ايه ده 900 جنيه بالمشال. ده حلو قوي، ده انا جربته. حلو. انا جربت عملت كده وكده فكت من الصوت ما شاء الله. بكام حضرتك؟ 900 جنيه بالمشال لحد البيت بالمشال. اه طب لو انا جيت شلته من هنا يبقى بكام؟ ب 800 جنيه. طب لو انا جيت نمت عليه هنا بكام؟ والله انت ظريف جدا. حلو قوي. ضحكتك عصر والله. بقول لك مره واحد دماغه مشغوله قال له فين واتصل تاني. سلام ورحمه الله وبركاته. عصر والله. ربنا يخليك. طب السرير ده حاخده ان شاء الله. هقعد ادفع الفلوس هنا في الكافيه؟ لا، الكاشير هنا اكسلانس. حلو قوي. طب هو السرير ده سكنانس يعني هيوصل في خلال قد ايه؟ لو دفعت الفلوس النهارده هتاخده يوم الخميس. الخميس 22 بعد بكره. ايوه. مرسي يا وزيكو لانس. اصحى يا لمبي، الساعه بقت 9:30. واحنا بقى على الصبح، الخناقات اللي هتبقى على المصيف وسنين المصيف السودا وبوزها اللي هيبقى ثلاث انطار قدامها. الحاجات دي اتغيرت ازاي؟ والسرير ده جاي امتى؟ طب هو السرير ده سكنانس يعني هيوصل في خلال قد ايه؟ على بكره. آه. خميس. 22. ايه ده؟ نجدة! 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 هو السرير ده جه امتى يا نجدة؟ قبل سفرنا بيوم يا حبيب. قبل سفرنا بيوم يا حبيبي؟ ده نطلع اغنية ده ولا ايه؟ يعني ايه قبل سفرنا؟ ايه ده؟ الخميس 29 غوليوس؟ الخميس 29. ايوه. نجلاء! نجلاء هو حبيبة قلبي السرير ده بقول لك ايه امتى؟ مالك يا راجل عمال تسألني من الصبح؟ ما انت اللي مركبه مع العمالة بنفسك. استنى 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 استنى. انت اللي في وشك ده؟ ايه النضارة دي؟ وانا اقول الخنفان طار منين ده؟ يا لهوي سلامتك يا لمي، ما انت اللي جايبها لي ومركب السرير مع صناعية قبل ما نسافر المصيف. المصيف؟ انا رحت معاكم المصيف؟ ايوه استاذ لمبي. ايوه مين معايا؟ انا الدكتور احمد الشواف اللي كان معاك ساعة الوقعة من اسبوع. انت كمان اسبوع؟ قول لي انت كويس دلوقتي؟ لا انا كويس، انا كويس، انا كويس. بس هو الايام حصل فيها طب كده اهو، مش عارف. طب بقول لك يا دكتور ابو شلاو شواف. ايه شواف. بقول لك يا دكتور شواف، اديني العنوان بتاعك. ما انت عارفه يا سيدي. انا مش عارفه ولا مش عارفه. اديني العنوان، انا مش فاهم حاجه دلوقتي. طب اسمع، انا دلوقتي في البيت وطالع على المستشفى، خد عنوان المستشفى تاني. الاستاذ لمبي المحامي وصل يا فندم. اهلا 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 مستر لمبي. اهلا اهلا اهلا. هاو ار يو؟ اي ام فاير.
وحضرتك دكتور في ايه؟ انا بتعالج من ايه؟ انا عندي صرع ولا ايه؟ ها؟ مستر لمبي بليز ريلاكس، انا عايزك تهدى خالص. اهدى ازاي؟ اهدى ازاي؟ ده في اسبوع عدى من حياتي وانا ما مش هنا، انا ضاع. في ازاي عاد؟ وصور الاسبوع موجوده على الموبايل، تقدر تقول لي ازاي؟ الاسبوع اللي عدى ده كان بسبب الوقعه اللي انت وقعتها، عملت لك تربنه في المخ. والتربانه دي حلوه ولا ايه؟ يعني شويه لجلجه في مخك كده. لجلجه؟ ايه اللجلجه دي؟ يعني تخليك تنسى اسبوع المصيف كله، وممكن تفتكر وانت رايح المصيف مراتك مثلا. مالها مراتك؟ ممكن تفتكرها. اه. امك. اشمعنى؟ ممكن ما تفتكرهاش. في حاجات تفتكرها وحاجات لا، بس مش ممكن تفتكر او تنسى كل حاجه. واضح انه وش ساعتك بيوحي لي انه المرض بتاعي دمه خفيف. ممكن حضرتك تشرح لي بالتفاصيل والديتيلز؟ انا هفهمك كل حاجه. بعد الوقعه بيوم. الو؟ ايه يا اسطى دكتور؟ الحقني، ده انا سلمت على اشرف السكرتير 7 مرات وحاسس اني عايز اسلم عليه تاني. اشرف، ازيك يا اشرف؟ الحمد لله. عامل ايه؟ الله يخليك. اه والله، ازيك يا اشرف؟ عامل ايه؟ انا كويس. وكل شويه اسلم عليه وكل مره بشوفه اول مره. ايه ازيك يا اشرف؟ عامل ايه؟ الحقني، ازيك يا اشرف؟ انا كويس يا بيه. والله مش عارف ايه بقول لك ايه، والنبي روح من ده يا اشرف. واتقابلنا وعملت لك شويه فحوصات. الحمد لله لقيت المخ سليم والجمجمه كمان سليمه، بس في شويه تربانه بسيطه كده ولخبطه في اشارات المخ عندك. حطيت لك شريحه في كتفك تظبط اشارات المخ عن طريق العصب. انا بقى طورت الشريحه دي، خليتها تاخد من العقل وتديله عن طريق عصب الكتف، تنظم له تفكيره، تظبط له كهربته زي جهاز تنظيم ضربات القلب اللي بيحطوه تحت الجلد. يعني الشريحة اللي معاك دي تنظم لك حياتك. خلصت ولا لسه سكنت؟ على فكرة الحكاية دي شغالة بقالها حوالي 9 سنين دلوقتي. يعني مطبقة فعلا. والله. الجديد بقى، الجديد في الشريحة بتاعتك إن أنا ممكن أحمل عليها برنامج آلة حاسبة. تفضل. والله. يعني أعظم حسبة تحلها في ثواني. معقولة؟ أمال. ومش بس كده، ممكن أنزل برنامج تاني يخليك تحفظ كل أرقام تليفوناتك على دماغك. أحفظ أرقام يعني دليل الهاتف يبقى على دماغي؟ طب ويا ترى هتنزل لي بقى الأرقام دي بالرنات ولا ظبط المصنع؟ اسم امه ايه وعياله كده؟ بالظبط كده. يعني انا ممكن انزل اي حاجه من اي كمبيوتر في الدنيا على الشريحه بتاعتي؟ لا، ما ينفعش، ما ينفعش لسببين. السبب الاولاني، لو حملنا زياده عن اللزوم على الشريحه ممكن تعمل عمليه مسح عشوائي لاي حاجه في مخك، عشان كده لازم اكون انا المسيطر الوحيد على التحميل ده. والسبب الثاني وده الاهم، حق الاختراع. خليك دايما معايا في المتابعه. متابعه؟ وانا معاك متابعه؟ لو انا هحبل ولا ايه؟ البس يستر عرضك. ما تقلقش، عشان يبقى بنظام مضمون. ايوه، انا نزلت لك برنامج ويندوز بالكامل وشويه قوانين يساعدوك في شغلك، وهنزل لك باقي السجل المدني كله. بيتهالي كده كفايه النهارده. ولو حسيت باي ربكه اتصل بيا فورا. ايوه، ربكه من انهي ناحيه بقى؟ في الشريحه يعني. ايوه، هيحصل ايه؟ يعني لو ضربت لخمه، لو حصل اي مسحه، كلمني على طول. اكلم حضرتك؟ ايوه. حضرتك اسمك ايه؟ أنا كنت متوقع السؤال ده، بس مش لدرجة إنك تنسى اسمي. شفت بقى لما حذرتك إن التحميل الزائد على الشريحة بتعمل مسح عشوائي؟ خليك معايا في المتابعة، اتفقنا؟ خلاص، اتفقنا.
ازيك يا عم حنفي؟ نعم. الله، مش أنا حنفي المخبر برضو؟ أنا لا اسمي حنفي ولا أنا مخبر، أنا شحات أداري وعلى باب الله، ده أنا حتى ما أكلتش بقالي 3 أيام وأنت عارف يعني كده بقى يعني. كده بقى يعني، حنفي بالروس عطية، ساكن في 17 شارع المراحيض الدور التاسع، ومخبر في اسمه بلاء الدكرور، رقم البطاقة 0-100-2-0-1. يا نهار أسود ولا المخبر هو اللي بلغ علينا. مخبرين خربطوها حتى على الكاميرا، خربطوها حتى انت. فرندا لنحن وصلين، والأكل في الزمان ده بسرعة بيسوي بيسوي بيسوي. أنا فوزي، أنا فوزي، أنا فوزي، أنا فوزي. صباح الخير أنا فوزي. يا ابني يلا لقمة لقمة هنية تكفي 300. نعرف ان انت وحداني في قلب المغاره اللي انت قاعد فيها دي. والله يا ابني بقى لي اسبوع ما اكلتش. انت ولادك خلاص ما بيقولوش يسالوا عليك خالص كده، ولا تليفونات ولا اي حاجه؟ يلا بسم الله الرحمن الرحيم، ادفع بالهنا والشفا. يا زبطي انت بتعمل ايه هنا يا راجل؟ مين الولاده دي؟ دي مراتك يا لمبي. يا راجل مرات هنا؟ يا نهار اسود يا دكتور شواف اسمعني. أبا ما تسمع يا اسطى، انا مش فاهم حاجه من الانجليزي والترانسليشن بتاعك ده. بص انا لما حصل الموقف ده ها، وعم فوزي اكد لي انها دي مراتك، والمصحف الشريف ان ما كنت مصدق ان دي مراتي، كان اول مره لولا ان انا لميت الموضوع ولميت الربكه اللي حصل في الحكايه يعني. طب الله يخليك، الموضوع ده هيحصل تاني يعني؟ ايه لا بس بسيط هيبقى فيه يعني. لمبي يا لمبي. طب سلام انت بقى يا اسطى، سلام انت. ايه يا نوجع، ايه عايز اعيش ولا ايه؟ نسيت ده. ده بتاع ايه ده؟ مش شاركرين يا نوجع؟ يا اخي انت زهقتني وقلبت دماغي، قضيتك دي تيجي ايه جنب القواضي اللي الاستاذ مساكها؟ ده مفيش قضية، اللهم صل على الاستاذ كده اهو. يا استاذ يا استاذ يا استاذ يا استاذ يا استاذ صباح الخير يا استاذ يا استاذ صباح الخير يا استاذ. بطلوا بقى تسول بقى، عايز ايه؟ تسول ايه؟ انا اشرف يا استاذ. لا انا ايه اشرف؟ لا انزل بقى، غريبة قوي. اوعى الشنطة، اوعى الشنطة، مش اوعى انا ولا اعرف عمك. مين على كده؟ يا ولا اعرف انا باخد اوعى الشنطة. انا اشرف سكرتيرك. مالك؟ اشرف ايه؟ اشرف سكرتيرك. مالك يا استاذ؟ والله مؤاخذة اشرف. ازيك؟ الحمد لله اشرف. انت خبطتني. معلش معلش، اصل انا الايام دي عمال انسى شويه حاجات كده، فقلت للدكتور فاداني دواء، فظهر الدواء ده فيه منسيات. يا حبيبي الف سلامه عليك. الله يخليك. احنا خلاص خلاص افتكرتك. احنا بقى هنا جايين ليه؟ عشان قضيه. عشان قضيه انهون فيها؟ لا لا ما تقلقش، قضيه جديده. المصحف؟ ما تخافش، انا مكلم الاستاذ رافع المحامي، هو اللي هيترفع في المحكمه. ولا رافع المحامي ولا شاد المحامي، انا اللي هترفع. نعم؟ أنا اللي هقف في ساحة الفضاء العالي وأقوم بالمرافعات. يا ريت، إيه اللي غير رأيك كده؟ يا ده إحنا ليه عرقنا إحنا وشقانا يروحوا لبره؟ مش إحنا عرقنا إحنا أولى بيه؟
بدل ما تاخد 20 جنيه في ايدك مني كحيانه تروح قافش مني المياه وابنك اللي بيسهل بقى ده رزقه. ابني بيسهل وما بيسهلش انت هتفضحني في الشارع. ما تشوف طب حد. المهم يلا انت قلت لي انت مين؟ خدمتك ام احمد. طب عد يا حاجه واعلن عن قدومي. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله يا اهلا يا اهلا وسهلا بالاستاذ يا اهلا وسهلا يا اهلا. اتفضل اتفضل يا استاذ يا اهلا وسهلا اتفضل يا استاذ. الله اكبر الله اكبر. الاستاذ اشرف قال لي ما طولش عليك لانك انت مشغول دايما وقتك مش بتاعك. ده فعلا حاصل عندي. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر. الراجل ده يا عم وايه خارج من حرب الاستنزاف ولا ليه؟ اللي ليه ايه؟ الله اكبر الله اكبر. حسيت ان لسه نازل من على خط ابو الليف. المتر بيزهق. شيء عادي يا عزب. في بدايه الموضوع نتعرف بالاسم ايه؟ معزوبك بيومي. طب حاج بيومي ايه نوع القضيه؟ ابني متهم في قضيه اغتصاب. ومين اللي اغتصبه؟ لا يعني ايوه ما انا فاهم يعني هو لان في الاغتصاب ده اتحقق حد اتحمرش بيه يعني كان اغتصام وحمرشه واتحمرشوا بيه ولا هو يعني اتحمرشوا بيه كده بس وكده؟ لا ابني متهم في قضيه اغتصاب. هو متهمينه في قضيه اغتصاب. وهل ذلك حصل فعلا جدا؟ لا ده الاكبر ابني برقبتي. ده دور عاملاه البنت واهلها طمعانين في العز اللي انا فيه. عارف موقف الميكروباص اللي انا فيه ده كله بتاعي. ايه البنت دي اسمها ايه اللي رنا بلاها عليه؟ نبيلة الحايح. رباعي يا حاج لو سمحت. نبيلة الحايح بهنسي جوهر. في نبيلة الحايح بهنسة جوهر عندها 67 سنة ومتجوزة 7 مرات ورمت جوازها من البلكونة. الله أكبر عليك! إيه الحلاوة دي؟ إيه الحلاوة دي؟ أنت اللي إيه؟ أنت اللي إيه؟ اللهم صل على حضرة النبي. أنت جبت المعلومات دي منين؟ أما بقى نبيلة الحايح اللي عليها العين والليلي دي ساكنة في 17 شارع السكاكيني الدور الخامس. يا راجل كفايه بقى مش سامعك كويس. بطل وشوش. ما انت بتتوشوش مش سامع خير. ايه بتقول ايه؟ هكلمك بعدين. يلا باي. ارجو يا حاج ان انا ما اكونش قطعت عليكم الحموم الجماعي اللي انتوا فيه ده. لا يا ابني احنا طول عمرنا ماشيين على كده. هو انا بس كنت جاي لنبيلة في بوستين. ايه؟ لا جاي اخد كلمتين في القضية يعني. بحسب البوستين ايه؟ اصل سمعتها بوسة. انت فاكرني ايه؟ اصل انا شريفة وعفيفة وظريفة وشرفي بحب بالليفة. ابني كنت الليفة يا حاج. حب يا جمل. ده انت عمك في قلب البيت رهوان. يا بنت خلصي التليفون اللي معاك ده وشوفي الافوكاتو يمكن نطلع منه بمصلحه. طب يلا بقى باي باي. خلصنا افندم يا استاذ. والله انا بس فت ثواني ثواني ثواني. ازيك يا سعوده؟ ده سعد الصغير؟ لا 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 ده سعد اخويا اخويا انا. يا حبيبي اكبر من الصغير ولا هو ايه يا راجل؟ لا 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 دايما انت ظنك وحش يا راجل. ده ابن خالتي ابن خالتي بالرضاعه يا سعد. طب يلا يلا اقفل اكلمك بعدين. يلا باي باي. البلد كلها اخواتها في الرضاعه. منور يا حاج عجه. افندم يا استاذ خلصنا. اقول لك يا ست انت اللي خلصيني بقى. بص يا ست انا بس شفت ثواني ثواني. اوه اوه بعد ما اشرب. انت رايح فين؟ اجي لك لما الشبكه تقع. طب انت كنت عايز ايه؟ لا خلاص نتقابل في الجلسه. باي سيد الرئيس.
حضرات السادة المستشارين، إن هذا الملتهم الماس اللي أمامكم الآن في قفص الالتهام بريء براعة الذئب من دم ابن يعقوب، وأنا ألتصق مع النيابة، ألتصق مع النيابة في كل دليل قد قدمته وقد قالت بأن موكلي مذنب، ولكن دعونا ننطق بالقانون الذي هو تاج فوق رؤوسنا نمشي به بين الأمم فخورين به، القانون الذي يقول بأن المتهم بريء حتى تثبت إدانته. ولذا ولذاك ولهاك أطلب من هيئة المحكمة والسادة الحضور أن تسمح لي باستجواب المدعية. تعال يا غريلة. سيد الرئيس، مش فين الشهادة اللي هي المدعية؟ هي دي الشهادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا سلام يا سلام على الهدى والنور. أنا أحترمك عشان خاطر الحجاب اللي أنت لابساه ده. استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم، ده أنا أنفخ. بارك الله فيك يا أستاذ، بارك الله. نبيل الحايح، أنت قلت في تحقيقات النيابة انك انت شاورت للميكروباص وهو كان فاضي وركبت معاه، صح؟ ايوه يا استاذ. ولما حصل ان انت ركبت معاه الميكروباص خدك لمكان غير خط سيره وخدك بعيد بعيد وحديكو وفي حته مكان ضلمه كده وعلى ضي الشموع حصل الاعتداء عليكي، اليس هذا صحيحا مطلقا ذلك؟ اجل يا سيدي، اجل يا سيدي. وعلى حسب أخوالك برضك في النيابة إنك قلتي إن تم عليك الاعتداء بداية من الساعة 7:30 حتى الساعة 8:30، يعني ساعة بالتمام والكمال، مظبوط؟ الله ينور عليك يا أستاذ. لا، الله ينور عليه هو، ساعة ده رقم قياسي، ده المفروض ياخد جايزة أوبل على اللي عمله ده. سيد الرئيس، هل تسمح لي الهيئة الموقرة بمكالمة تلفون؟ هنا يا أستاذ؟ نعم؟ هنا؟ بعد إذنك، المكلف في صلب وعنق القضية. اتفضل. أنا اللي بتصل، أنا، أيوة. ردي يا حاجة، ردي، ردي يا حاجة. فتح الله عليك، ردي. ردي. ألو؟ ألو؟ مساء الخير؟ مساء الخير يا فندم. نبيل الحايح، مش كده؟ أجل يا سيدي. أجل يا سيدي، طب ده رقم تليفون ساعتك مش كده؟ أجل يا سيدي. أجل يا سيدي. والرقم ده يا حايح كان موجود معاكي أثناء الحادثة، صح؟ أجل. أجل. أنا بس حبيت أثبت لسيادة المحكمة إن دي النمرة الخاصة بالمدعية اللي كانت معاها أثناء الزعططة. وكان عايز ياخد منك الموبايل، صح؟ أجل يا سيدي. أجل يا سيدي. يا سلام على التقوى. طب ازاي يا ست رايز حصل الاعتداء عليها وهي جالها في نفس التوقيت ده 5 مكالمات كل مكالمة لا تقل عن 10-12 دقيقة، وده اللي مزبوط عندي هنا في قلب الشركة نفسها بتاعت المحمول، بتقول ان جالها 5 مكالمات في نفس التوقيت اللي كان بيتم عليها الاعتداء فيه نفس الساعة. ازاي ده يتم؟ هو ممكن يحصل، بس يحصل بقى ساعتك الا اذا كانت هي في حالة الاعتداء كانت بتكلم صاحباتها وبتشرح لهم فوائد الاغتصاب. شكرا سيادة الرئيس. يا امها تظبطي، يلا باي. نبيلة، انت نمرة الموبايل بتاعك ايوه، بس ده كتير قوي على الشريحة انها تستوعب ده كله من غير ما نفضي لها مكان. يا باشا، يا باشا البشوات، يا دكتور، يا مستر سكلانس، احنا داخلين على عز وفلوس جاية وحياة تانية خالص. عايزين نعمل الفلوس اللي بجد، عايزين نقف على الفلوس، نفضل نطول 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 من علوها نلمس برج الجزيرة، ولو طولنا نلمس برج الجدي كمان هنلمس.
اتكل على الله. حلوة قوي، هات المج بتاعك وتعالى. بصحتك يا مستر استقلانس. قدامي. ويلكم استقلانس. شوف بقى، دي ذكريات قديمة زي أصدقاء طفولة، الأهل، الجيران، الحي اللي أنت اتولدت فيه، العشرة القديمة يعني. شيل. إيه؟ شيل شيل ذكريات طفولة إيه؟ وناس إيه؟ وجيران إيه؟ وعشرة قديمة إيه؟ ده حتى اسمها مش حلو، عشرة قديمة زي الجبنة القديمة. شيل. هايل. عايز الناس دي كلها انساها. انساها من الفقر. عايز ابقى شاب جديد. اعمل لي اكونت ونزل لي الايس بوكس. هايل. حياتك كلها بقت هنا. جرأتك انك تحمل ملفات كتير بالشكل ده على الشريحة تخليني اقرب معاد المؤتمر اللي هظهر فيه اختراعي للنور. حلم. حلم. انت بتقربه لي بسرعة. حلم ايه ورؤية ايه؟ ايه يا دكتور؟ ناس ايه؟ ناس. ناس مين يا دكتور؟ انا مالهم الناس. خلاص. الدنيا بقت حلوة. والعيشة هترتاح. مالهم مالهم. سطب لي انت بس قانون الدستور الجنائي والصالونة العلاقات الغرامية يا هيا وآية. نزلت لك برنامج العلاقات الزوجية عشان تخلف ويبقى عندك قطة عيال. هو ده كلام؟ هو ده؟ أخيرا فهمتني يا وديع. جميل جمال. عجب عيال. جميل جمال. عجب عيال. صلاة ودلال منى وجمال ورمز الجلال. جميل جمال. دكتور ابن حلال. والله ابن حلال. جميل جمال. هنجيب عيال. جميل جمال. هنجيب عيال. هنجيب عيال. واضح انه اشعاعات البرنامج لمست معاها الحاسه اللاسعه عند ان الستات بتبقى جامده كده. ومدير كتير بالذكر انه هيبقى فيه ليلة على الفضيات النهاردة. اجي يا بوبي؟ لحظة واحدة يا عيون البوبي. لحظة واحدة. هو دكتور معي في البرنامج رقم حلوة. الو يا دكتور. الو الو يا اسطى. ايه يا اسطى البرنامج مش عايش تسالها خالص. لا والله ده الحته متظبطه جوه وعماله كل شويه تندالي تقول لي يلا يلا وانا واقف هنا زي الخصايه. يلا بقى يا بوبي انا زهقت. حاضر لعيون البوبي. يلا بقى ده شغل هترمي لي عظمه. ايوه. طب هيشتغل امتى ده؟ انا مش ثانيه واحده؟ لا. بس واضح ان هو الشيخ ده. مع السلامة. مع السلامة انت. يلا. أهلا ومرحبا بك في برنامج العلاقات الزوجية. أهلا بك يا ست الكل. يا قشطة. دلعينا بقى. دلعينا. الدخول إلى القائمة الرئيسية. أيوة. اضغط الرقم 1. صحة أمك.
ليه اضغط رقم واحد؟ اضغط فين انا؟ يلا بقى يا ابويا. الله، تعامل مع الهدف، درجة الشحن فول بطارية. يا جوز الخيل العربية، سوق يا اسطى لحد الصبحية، على راس العالم وعناية يا بوبي كلك حنية، السكر غلي في الجمعية، ونحلو بإيه اللي لدي، وشوية رز وشرعية، كود الخير والعربية. انت فين يا لمبي؟ نوجا، انا عملت ولا ايه نوجا؟ يا راجل انا مش شايفاك، اعمل ايه؟ روح عند البيجورة النهار النور اللي هو بتاع العماد الرؤوسي. عارف ان اخويا انا شايف اهو. انت فين يا لمبي؟ انا اللي جابني هنا. اللي طلع فوق الدولاب يا راجل. انا عارف ازاي الراس تحط لي برنامج طيران. طب انزل. طيب انا مش عارف اطلع لك. طب فسحها اهو. ايه اللي الصوره دي؟ هتعمل ايه يا راجل؟ اسم الله عليك يا حبيبي. لا لا لا، زهره منيله منيله. ايه عمود الفكر باظ. قوم قوم. ايه قوم. ايه يا نجدة؟ اسمع بقى يا راجل انت. هلا طفي النور ولا مولع النور؟ مش صبح عمالين نطفي ولا في نور ولا حاجه بتحصل. ما بالراحه. طب يا نجدة، طيب بالراحه، مش حلو الخطه دي، مش حلو عليا. ايه بتاع ايه؟ اسالي امك عليها بقى، يعني الله يرحمها كانت اكيد وصيتك بده بحنان. ضع يدك على كتفها. ضع يدك على كتفها. ايوه كده. لا يا عم المجانس. ايه ايه؟ انا عارف ليه، بس انا بنت بقى في بنات افكاري بتكلمني. يا انت بنات افكارك اللي مقضيين معانا الليله يا بنت. ده شويه بنات افكار، يعني انت هتغير ان انشغلت عيال ولا ايه؟ الشغل ده جاي برومانسيه. امسك اذنها. اهدي صبري صبري. وده ايه اصله ده؟ يا بنت اهدي بقى، ده الرومانسيه دي. المنسكية يا بت، اعملها ايه يا لحظة صرصور الودن؟ غمض انت بس، عيش اللحظة. ايوه انت بتنفس، انت هتغطاسي نازلة تغطاسي في مية. قم بحركة عاطفية لو لبية. اه طيب عارفها انا. والنبي ما كنا رحنا السيرك احسن. انا مش عارف ايه ده. And now get close to her. Translation. أنا بتكلمني. اقترب منها. أيوة بس اقترب منها أكثر. والآن ها ضمها إليك. أيوة ضمها إليك أكثر. أو فأكثر. أو أكثر. ما هتتكسر كده هي. اللي هتتكسر كده. والآن أيوة جيم أوفر. احنا طمك. أنت بتشتغلني؟ لا لا بقول لك ايه، اسمع بقى يا راجل انت، انا هتبس النهارده ولا مش هتبس في الليله دي؟ والله معك حق. وليه بتتكلم معفنه؟ انا هوريك بقى ليله العشوائيات بتاعت العالم الزباله اللي هم اللي شبهنا. نمامك. خير يا سي الاستاذ، فينك انت؟ لحنن يا حبيبي لحنن. الله عليك، واني بشحت منيك ولا ايه؟ انا بشحت منيك؟ مال ايه يا حنن دي؟ ايوه عيب عليك لما تكون في السن ده وتتسول. تتسول ده ايه؟ لاش بجاحة. بجاحة؟ شوفوكوا شغلانة، روحوا اشتغل بواب ولا اشتغل اي حاجة. انت ما تخبرش انا مين؟ ايه مين يعني؟ بروسلي ولا ايه؟ ايه بروسك دي؟ ايه بروسك دي؟ ايه الحاج انا بتكلم براحة؟ كل على وجهي. يا ناس! مين يا حبيبي؟ يا حبيبي انا ما شفتكش قبل كده. ايه؟ غور. أبي انت هتتنح ليه ولا ايه؟ هتتنح؟ وحد يعرف الراجل ده منين؟ انت غور. اعوذ بالله.
ماشي ماشي. شحات وناسك موبايل بتغرروا بالناس عالم متسولين. نفذ يا ولد نفذ. لا دكتور لا يا اسطى كده، ده انا هكرر الموضوع ده تاني النهارده. الولايه مزعجه قوي. حاضر. لا والله بسطتني، هتخليني اضحك. لان انا في حاجه حصلتك. في حاجه يا حاج، في حاجه يا حاج، في حاجه، انت في حاجه، في ايه يا ولد؟ في ايه؟ في حاجه ولا ايه؟ دكتور والله احنا ما رايح دبي. على فكره انا ممكن اعمل بلاوي سودا. بس انا بقول بس ايه يعني الطيب احسن، عشان ايه اللي بيحصل ده فطرة على البني ادمين. انت ما واخدش مني 5000 جنيه عشان تأجل القضية وأجلتها الجلسة 9-9 الساعة 9. الله، هو انت بتوع الجلسة بتاعت الساعة 9؟ والله حق انا ما كنت فاضي، انا كنت يعني عيان بعمل عملية. لك حق تكبر علينا بعد ما تساويرك ملت الجرانين وبقيت محامي متصيد. ابوس ايدك ولا متصيد ولا غيره، ده انا هتصيد وانا قاعد هنا. كنت فين انت؟ انا كنت بسطب. تتشطف؟ بسطب بسطب. احنا اللي هنشطفوك. انا محتاج الشطف يا جماعه. لعلمك بقى ولا هتعرف تعمل معايا اي حاجه. عشان ايه؟ لان انا مفهم مراس انك لا. ان انا لو ما خرجتش من قلب هذا المكان في خلال صبع، خد بالك، صبع صبع ساعه هتولع الدنيا وهبلغ الحكومه والامن الشرطه. خلصت خلاص نجلاء. ايه ده؟ ايه ده؟ شاي يا جدي. ها ايه ده؟ مين دي؟ ايه ده؟ انت مين هان؟ انت طلعت منظرين ولا ايه؟ بعد عنيها. اخوفه ولا بعد عنيها. بعد عنيها. انا تعالي يا بنتي. ببص ايديها اخص عليكي كده. عرف نجلاء دي علشان تاجي معايا قلت لها اني حقتلك حقتلك مرتين واتجوزها ولدي عويس. عويس يا ابوي نزلنا عشان نتبين معاك. ما تعملش زيت تاني. انا مش عامل زيت والنطق. ما تعملش اعبطوه. لا 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 لا. نزلوه. مراتها ايه؟ نزلوه نزلوه. انت شغلت خدامنا هنا بس. اخرس. حاضر خلاص يا عم الحاج. اسيبك كيف يا كبيرنا؟ خلاص ده بيتكلم ازاي ده؟ سيبه بحق حق واحدة قدام مراتي. ما تلمسهاش. ما انتش منقول من هنا الا على الجلسة، ومرتك دي ما انتش واخدها الا لما تجيب لي براءة ولدي. ادخلوا ادخلوا. الله ادخل. لو ناديت عليك تسيبيه وتاجي. حاضر يا تدي. هنجي لك احنا الاثنين، بس اقبلنا بقى على اي وضع. ارجع يا تني. والله ضغط النهارده. ما تخافوش، ده السبوع بتاع ولد اخوي، فرصة تحضروه معانا. لا عمنا انا اللي علقته. حاضر يا باشا. اثبت منه اخينا الدور عندنا. ازاي يعني يا ريس؟ يا ام احمد بتحمل ولا ايه؟ طب خلاص طلاق بقى علي، ما هو راكب مع حد غير. يا جدعان بقى خلصوا بقى، تخلوا اتعصب عليكم وعصبيتي من كويسه. انت تخرس خالص وما تفتحش بقك. فتحت بقي ليه ولا حاسس مصر ازاي؟ اخرس ما تهرباش يا تحسن. انا رسولك تحت العجل على الطلاق. طب استنى يا ريس، ورنا يا ريس. ازاي يا ريس؟ اهرته. انت بتمد ايدك على يا ريس. ده دم. لا مش دم، ده كابوس. مسكر على كل يوم يا ست مسكر. اعمل لك ايه؟ انت اللي ظابط نفسك على الجردل. وبعدين ايه الريحه الوسخه دي؟ دي ميه طبيخ. طبيخ؟ انت ايه؟ طب خرج لين جوزك النهارده؟ ازاي يا معلم؟ تسيب صبايك ياخد العيش بتاعك، ينفع كده؟ ينفع. الغنم جعان. تاكل الغنم العيش بتاعي؟ يا تخلي عندك شويه رحمه دي ارواح. لا واروح تبعي.
يعني اهم ارواح في المنطقه. طب لو سمحت يا معلم خليه يجيب عيش بدل الراح. مش هيحصل. يعني ايه يا عم يا فتوانة؟ اخلص يا جليل الرجالي. انت بتضربني؟ اهلي انا ضربت يا خالد. مين اللي ضربك يا؟ انا ضربت خلاص. مين اللي ضربته في الحاره وتهزان يا خالد؟ ما حدش ياخد لنا حقنا في الحته دي. مين دلوقتي يا فتوانة المنطقه دي ضرب هاني ابن اختي؟ هو المعلم حصل. وفيها ايه؟ وفيها ايه؟ الله وفيها ايه افضل ما يمد ايده عليك؟ فيها ايه اخوك الكبير وضربك؟ وبعدين احنا متعودين ان اخواتنا الكبار بيضربونا. والكبار هيفضلوا طول عمرهم كبار واحنا بنتضرب. يبقى نتضرب من غير غاغه بقى. ها؟ هو اللي بنتضرب بقى من سكات بقى ومن غير غاغه. افتري عليا يا خالي. اخرس يا جاز لما هو بتطلع فوق تحت. انا بقولها لك بقولها لك من غير خيسة. اسفين قوي يا معلم حصوه واعلى ما في خيلك اركبه. انت وسخه ومدير غير بالدراع وراجل جلابيه قاعد على الكرسي وعامل لي فيها معلم. يا حبيبي وحشتيني. ايه يا فولا ما خلاص بقى. الله. ولا طالع ولا نازل وقفان انت زي لقمه في الحوض. تعالى جوه. يا بنت اهدي بقى اهدي شويه بقى اهدي. اي جوه ليه؟ هنا المطر هتنطر. تعالى اقول لك. تعالى جوه يا بنت. خش بس هقول لك. انت مجنونه. اه ده مش حب ده. هقول لك. اوعي. تعالى اهدي اهدي اهدي. الله الله الله. ايه ده ايه ده؟ ايه الصوره دي؟ ده ابويا وامي. والله وده وانت وانت صغيره ولا ايه؟ يا بنتي بقك مستفز. انت كلك مستفز. انا بقى هوريك اللي عمرك ما شفته. يا بلدي يا يا واد انت ما فيش مثال. ايه دي راسه طلوع الروح دي ولا ايه؟ يا بنت ابوك هيوديني في ده لسه متخانق معاه تحت. ابويا ظالمني يا تتا وحرمني من حلم حياتي اني اكون رقاصة. هو انت اللي هتنجزني تفتح ليه وانت هتنتحري؟ لا امال ايه؟ هتتجوزني وتشغلني رقاصة. رقاصة؟ اوه هنكسب دهب يا تتا. ايه اللي هنكسب دهب؟ وهي دي فيها كلام ساعتك. طبعا هنكسب دهب. ده احنا مش بعيد نكسب الجمعية التأسيسية ونقبلها الاول كمان. غوري يلا اجري يلا اجري غوري. بس حلو كده سر. انت بس لو تبطلي بس تتفرجي على افلام الفنانه ناديه جندي حياتك هتبقى مستقره. وانا عايزه استقر معاكي يا بنت. بتعيطي غوري بقى يا بنت. غوري بقى يا بنت. كده بالصالون يا بنت اللذينه. تعالى يا بنت. اوعي بقى بس مش عني تخطي. طب وحياة أمي لو أوريك يا تتا. أوه يا بنت. حصل يا بنت؟ ضربني ياما ضربني بجد يا بنت. يبقى حبك يا منكوسة. يعني أطمن ياما. اجري يا بنت شوفي لنا محطة رأس كده نهيص شوية. هتوحشني قوي يا مستر. والله عدتكم هنشبع منها. احنا مش بنشبع منك يا بروف. هنستنى الميعاد اللي جاي على نار يا مستر ان شاء الله. نار يا مستر. هنا البيض على راسي. ازيك يا تتا؟ كويس. انت عامل ايه؟ بوم. ما طبعا لازم تبقى بوم. وايه اللي مقطع هدومك بالشكل ده؟ يا بس كنت بتفرج على فيلم الكرنك. جبت لي كتاب الطبيخ اللي قلت لك عليه؟ مستنيه انت. صح؟ اهو كفيت الحس وفي الاسنجان. غاوي حس وانت. ستر. ربنا يهدي العاصم يا رب. بتنجان اسود برضو. اهياني. سلامتك يا قلبي. هادي هادي. الله ما خلاص بقى هادي. هو انا مش خلاص جبت لك حقك قدام الناس بعد بالحاره تحت الحاره الوسخه دي؟ وبعدين انا كنت كمان عمال اضربك برضك عمال اميز لك كده عشان يبقى كله في المنص ويبقى انت كده خلاص فاهم الحكايه. مش هو ده المفروض اللي افهم ايه بقى؟ انت بتضربني بجد؟
ايه هز؟ اما اكلمك بص لي هنا، بص لي هنا لما اكلمك. ايه كبرت خلاص؟ ظهورك بقى وسع كده؟ هنجركزك بقت عريضه خلاص بلغت؟ كلام البطاطي، كلام البطاطي هذا عشان خاطر الريح تعدي، وكل هذا من اجل خوف عليك. خوف ايه؟ خوف ايه يا خالد؟ انا اصحابي قطعوه يا حسوه ده ولا حاجه. يا انت ما بتحسش؟ عمال اظهر لك في جسمي وعمال اقول لك يا هادي وبتاع، وانت برضو جبان ما بتحسش خالص. يعني يا خالي الواحد يسكت عن حقه ويسيب الظالم يبرطع؟ ألذ حاجة، ألذ حاجة إن أنت تكون نايم واكل على قفاك و24 قراط وزي الفل. طب عايز إيه تاني؟ نايم متظبط نفسيا محطب وزي الفل. في إيه اللي حصل؟ إيه اللي حصل؟ وبعدين هي كلها 60 70 سنة اللي هنعيدهم في الدنيا، أوعى تكون حاطط فكر في دماغك إن أنت خلاص مخلد موجود كده على طول زي مصاصة دماء. يا هادي إحنا هنضيف على الدنيا خلاص، ويا بخت منظره وخف. والله يا اخي مش عارف اقول لك ايه. ايوه كده ارجع لاصلك ارد. تعالى خد موضه كده، تعالى خد مكانك يا وسخ. تعالى تعالى خلاص كده، ده احنا خلاص من الاخر خلاص خلاص. طيب انت هتتحرك بيا خلاص. خدك سجيد برضك. تعالى حاضر. ايوه حاضر، ايوه حاضر جاي حاضر. يا رب عدي 60 70 سنه دول على خير. ايوه ايوه حاضر جاي اهو، حاضر حاضر خلاص خلاص. انا جاي في الحته دي خلاص، انا جاي في اهو خلاص خلاص. اتفضل يا ست سمانه. خش يا بنتي يا فوق لو معاكي نقاش. ادخل يا استفرشة. حاضر يا معلم. الله، هما فتحوا شارع جديد من شقتي ولا ايه؟ بصي بقى يا ماما، انا عايزه الركنه دي وصدقي مزغزغ. حلوه. والصاله بقى يا ماما عايزاها بوبوق مزعرم. ايه بوبوق مزعرم دي؟ بوبوق مزعرم بس ايه الريحه على الارض؟ انت ايه فطران بامبرز؟ فطران بامبرز على الصبح. والسقف بقى ياما ماله؟ عايزاك رميت مسلح. اصل معلم قرري اكبر تاجر جديان اللي هيتجوز دي ما عجبتوش غير الشقه دي. قرري قبل ما يجوزك؟ اه. طب انا هستفيد ايه لما تقعدوا معايا هنا في قلب السقه وتتجوزوا؟ هاخد رزق. اسمع بس بلاش لماطه. تعالى ما هو ده كان كده بيكبي في وضع مؤقت لغايه ما نجهز لها شقتها، وبعدين هسكت من عليك الست شهور المتاخرين. بجد؟ اه. لا وايه، وهسلمك الشقه مدهونه ومتروقه. لا وايه يا تتح، خد التقيله. ايه هتسخ فوسي؟ لا يا راجل. امال ايه؟ انت ليك عندي كيلو لحمه ضاني كل اسبوع عشان تبر بيهم نفسك. بجد بالمصر؟ اه والله. لحمه ضاني ضاني؟ اه. خد امدي بقى امدي. لا طب اديني فرصه افكر، انا موافق. هات. اه لحمه ضاني 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 تفتح عشان الدنيا تفتح. يلا تفتح خلصني. ضاني صح؟ ضاني انا عارف طعم الضاني. كمان هنا تفتح. تفتح. ايوه اهو خد الفضل. واحدة ليا. اه. وواحدة ليك. بس بعد ما سجلهم في الشهر الوكاري. ها يا اخي امال ليه بيقولوا عليك ان انت راجل وسخ وسيء السمعة كده؟ مين اللي بيقول كده؟ الحتة كلها بتتكلم عليك، بتقول ان انت اوسخ راجل وازبل واحد في المنطقة. انت عمال تلوك معاه في ايه؟ خلصت ولا لسه؟ ها لا ما خلاص، الراجل موافق وكله مضى وموافق على الرحيل. ارحل يا تتح. ايوه ارحل انا، اذا كان علينا خلاص ده ممكن ارحل، بس يعني طب الواد 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 الغلبان المسكين اللي نايم ده على الترابيزه. بقول لك ايه ياما؟ ايه؟ ما تسيبوا له الاوضه اللي على السطح. والنبي ياما. حنيتي يا موكوسه. حسوه. اه. اديله الاوضه اللي فوق السطوح. الاوضه اللي ايه؟ انت بتقولي ايه يا وليا؟ ولولو عليك ساعتين وسكتوا يا بعيد. حسوه. طيب. سخطيتها زيده. ممكن تديك بالجزمه. هات المفتاح. هات المفتاح. ما انت خلاص عرفت ان انت مدصايه. والمعلم راح، والمعلم جه ويا دوب سلب وجلابيه طالعه ونازع على السن. حسوه. ما تصحينا يا ابن القتيل ده. ايوه ما انت ما تصحوش، ما تزعجوش الولد. الولد نومه خفيف.
وسع يا عم، وسع يا عم، وسع يا عم. انت هترزعوا الواد ايه؟ الواد لسه صغير ده. بص نايم عامل ازاي؟ هادي. قوم يا هادي، قوم. هادي ايه خير وحيد؟ يلا يا حبيبي قوم. هادي هادي. انا صح يا ولد. هادي هادي ايه خالو؟ يلا قوم خاطر، عشان خاطر احنا خلاص خدنا روف الجاردن اللي على السطح. تعالي هادي، تعالي خبز شوف. شايف؟ شوف تحت انت تعرف وبمفتاح. في حد في العيله سال مفتاح قبل كده في ميداليا؟ ابوك الله يرحمه كان معاه حته حصان في رقبته. إذا 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 شفت يا هادي؟ أسرين راجل كان مزمزع عشان خاطر مش عايز يديني المفتاح، إنما كده خلاص إحنا خدنا. إيه ده يا واد ده؟ ده تلفزيون يا خالي. تلفزيون؟ ده تلفزيون؟ مبطط؟ تلفزيون مبطط؟ أيوة يا خالي. وموصل للدرجة دي؟ آه. يا خبر أسود. اسمه ليد. ده حديث؟ ده حديث ده؟ ده اللي يدور بده يا خالي. اشتغل. الحق يا خالي، ده التلاجة مليانة أكل. هات كل الطعام فورا جديلا. هادي هادي هادي. ايه؟ بص 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 الولية دي. هم الناس دول بجد وجداني ولا ده تصوير؟ انت عارف لو واحدة منهم دخلت في السالة عندنا هنا هتخلاص بص تخرج فاقد الجنسية. طبعا. يا خبر اسود. ايه يعني في سبت؟ احنا هنعيش هنا على طول يا خالي؟ خلاص احنا هنا عبد الرافق. عارف عبد الرافق؟ قاعدين عبد الرافق بعيد عنك مسمار جحه ودق في قلب المكان خلاص. السبع تلاف سنة حضرب يقولوا لا. عباس الضو بيقولوا لا. هو الراجل ده ما نزلش الاستفتاء؟ خلاص حد يقوله خلاص خلاص بقت نعم خلاص. هما الستين سبعين سنة دول مش هيعدوا على كده. طيب وقت ساعات طريق. اتفضل يا فنانين. حلاوتك انت يا جميل يا منشخلة. اتفضلوا يا رجالة، اتفضلوا يا ألف مرحب. جيتنا أنس يا معلم. اه سمعوا سمعتكم، انتوا روحتكم على الآخر. دول هيتجوزوا هنا برضو؟ يتجوزوا ايه يا هبل؟ ده انا جاي اقعدكوا قاعده كده. روح بس هات لي كوبايتين اجري. تتح تتح انت ده تتح. ايه يا هزي؟ اصحى اعوذ بالله ابليس ومهمه. انتوا معتصمين عندي هنا ولا ايه؟ خليك معايا هنا. ايه في ايه يا حاج عصر؟ جاي ليه انت؟ بتعرف تطبل؟ اعرف اطبل؟ اه. يعني انت حضرتك جاي تصحيني عشان خاطر تقولي اعرف اطبل؟ اه. لا اسمح لي بقى كده بقى يا معلم حصوة. كده خلاص بقى يا عم حصوة. السجار النافف بقى ورور. هوبا. بالبنطلون خد اللي انت عايزه وسيب البنطلون تاني رجعهولي. استنى عندك يا خالي. فيكس
الشخص اللي انت عايزه؟ لا مش هصورهم، هبقى اقعد اكتبهم النهارده. استنى هنا عندك خلاص؟ خلاص كده هتمسك وهتقعدوه خلاص؟ انا مقصر معاك في حاجه؟ امسك انت منص وانا منص. خلاص. السلام عليكم. السلام يا حبيبي. السلام يا هازي. صحيح الخيل خالد. خالد مين؟ اهلا يا حبايبي. وحشتنا قوي يا استاذ فكري والله. اسفين يا بروف ازعجناك بدري كده. لولا ان حضرتك قلت ان الميعاد ده مناسب احنا ما كناش جينا اصلا. ده انا كنت مستنيكوا تيجوا بدري عن كده. اتفضلوا خشوا. حبيبي يا مرزاق يا كريم. الراجل قلبها يا عمارة يعقوبيان. صباح الخير يا تتح يا ابني. صباحك لبن يا عم فكري. اقول لي عم فكري، هو الناس اللي داخله وخارجه عندك دي العيال الصغيره دي بتعمل ايه عندك؟ مين دول؟ دول شباب حلو. شباب حلو؟ سياحه وفنادق. طبعا لازم يبقوا سياحه، حلو يبقى لازم يبقى سياحه على طول. بيجوا عندي بذاكر لهم طبيخ واتيكيت. دروس في طبيخ والاتيكيت؟ ده غير حصه امبارح بتاعت الحشو في المحشي؟ لا الحشو ده اول حصه. الحشو اول حصه داخل ناسف كده من الاول؟ طيب خلاص نهارك فاسخ ضبه. استنى عندك ايه يا عزيزي؟ مش عندك ثلاثة جوه؟ ايه الكلام اللي انا سمعته عنك ده؟ كلام اللي سمعته عنه حاجه ايه اكتر من اللي انا بسمعه عنك؟ ايه خير؟ وصحيح انت اتنزلت عن شقتك للمعلم حسوه؟ اتنزلت ايه؟ دي استعاره عشان خاطر بنته المفضوحه دي تتستر. استعاره ايه وخيابه ايه؟ ده انت ماضيله على التنازل يا بني ادم. تنازل؟ ده انا ماضيله على حذف 6 شهور من الايجار القديم وكيلو لحمه اسبوعين هيديهولي. ده طلع لي هنا ورهولي. ايه اللي ورهولك ده؟ التنازل يا بني ادم، وكان عايز امضي جنبه شاهد. شاهد؟ اوعى تكون مضيت على حاجه يا عم فكري. لا انا ما امضيش على حاجه زي كده يا ابني. وبعدين دلوقتي انا خلاص كده اتفق كده خلاص خلاص بقيت في المنص راحت كده. اسمع تتح. ايوه يا عم فكري. بقول لك اسمع مش بص يا تتح. انت تنزل تاخد منه التنازل تقطعه وترميه في وشه. البني ادم مننا بيعيش حياته مره واحده بس، لا يعيش راجل لا يعيش طول عمره خروف. انت هتهجس قول الكلام ده لنفسك. جاي يا حبايبي اديهم الرابعه. يا حصوه الكلب انا هفرغك نفسك. ما تعكيش ما تاكليش اتكلي. لو سمحت سيب معلم. ينفع كده يا معلم؟ ابعت الواد يشتري كل لحم بتلو افتحها عليها كلها شغط وده. اتكل على الله وريني عرض كتفك، ما عندناش ترجيع. انا قتيل حق النهارده. قتيل؟ شو بيتك بيتك يا اخويا؟ رعدوه في التلاجة على مفضله. انت عايز حاجه؟ لا ابدا، اصل في واحد ابن حرام قال لي ان انت كنت عايزني. الهدوء يا سيد المعلمين. بقول لك ايه يا تتح؟ عمر يا عم الناس جالي ترفيش كلام كده انهم ناويين يخلوني امام المسجد. امام مسجد؟ ليه انت اكتشفت دين جديد ولا حاجه حضرتك؟ عفوني بعتولي اوكسه. لا بص وحياة امك ما تعملش حاجة وانا هتكذب. حبيبي صبح بقى. خبز مش هيقدر نعمل اي حاجة. خد ياض انت. انا تعالى عمر سعادتك. انت مسجل ياض؟ لا حضرتك بص انا خلت ربنا طبيعي. انا مرشد حضرتك بس محدش يعرف. خش جوه في الحاره هتلاقي كل انواع الرذيله موجوده في المكان جوه. هتلاقي اوسخ من وساخ، اوسخ حاره على مستوى الخريطه بتاعت مصر موجوده هنا. وعندك واحد جزار واخد بالك انت برضك لسه واخد دلوقتي حالا واحد راجل زبون وحاطه في قلب الثلاجه وهيبيعه ويبيعه ورشاله التسعيره ب 90 جنيه في الحته الحساسه. ايه الحته الحساسه دي؟ الحته الحساسه في نص البطيخه
وعندك الست اللي جايه اللي شبه عنتره بن الشداد دي بتبيع مانجو في الكيس البلاستيك بتاع الخضار. حضرتك امسكوه ارموه في البوكس. فين بقى بيت المعلم حصو؟ بيت المعلم حصو حضرتك سيادتك دعاره بقى معاك. وانت مالك اهلك ما ترد على طول؟ بصي يا بنت الكلب وليت البلد. فين بيت المعلم حصو؟ وساخه وماله البلد دول حضرتك. رابع عماره على ايدك الشمال. طب خلاص دور. يا ربي ربنا يكرمك ويجعلك بكل خطوه ناس وسخه. الزعم في خدمه السلطه. طبوسه وثابيب سم وسكر والعتاد تتو. يا سلام هدوء وراحة بال. ولا لون الزرع، لون الزرع الاصفر الجميل اللي يرد الروح. لا عدم سيارات بقى ولا مظاهرات ولا كلاكسات بتاعت ميكروباصات. حلاوي فضلك لو سمحت ما تقولش عليه حمار. خلاص خلاص ولا مش خلاص؟ راجل انت ما حدش مالي عليك ولا ايه؟ ايوه حمار. ما انت فاكر نفسك راجل ايه همر؟ ايه ده؟ انا زفت الوسط ده فين قبل كده؟ دي الفنانة بوسي. بوسي؟ بوسي اول مصحف ده. هي بوسي يا خبر اسود. ده انا معجب بيكي خالص. وحاطط ايده. يا على حاطط ايده فين؟ مش عارف. حاطط قولي بس مش عارف. لا الجمهور اصلا عايز يعرف اللغز ده حطيته فين. انت هتحكي لنا في المحكي. والنبي صوره. والنبي صوره. صوره وحتى صوره ايه يا عم؟ عدينا عندنا شغل حرام عليك. انا في ملك مثل المفروض تبقى فنانه متواضعه متوازيه. صوره وقولي لذيذ عشان خاطر تبان الضحك. لذيذ ايه بس؟ قول كده لذيذ. اه لذيذ. ايوه. ايه عيب العيال؟ ايه؟ الله في ايه؟ بقول لك ايه؟ بص معجب والمصحف. معجب؟ اه معجب. انا عضيتك من زفتك. شفتي؟ ما عضيتكيش من زفتك. خلاص. بقول لك ايه؟ يلا نطلع ودوس حماره ده. جايبالي لباني يسوق السيارة. أعوذ بالله. يا خسارة يا فن. خلاص خلاص الفن باظ. يا عم ارحم سمامي بقى. أنا خلاص أنت واخدني من صباحية الصبح لحد بالليل وما بتنطقش حرف. أسألك ما بتتكلمش. أنت موجود ولا مش موجود؟ ولا أنا بحلم؟ بتكلم وأنت ما بتردش. أنا مش عارف أنت موجود ولا مش موجود. سايفني بقى مش سايفني؟ ده بلاغ ببلغهولك. انصرف انصرف. روح لحالك بقى بجد. سنانك دي خلتني يا راجل. بوسك زي الربوت الغفير ده. مساء الخير يا ساتره. مساء النور. ما تعرفي بيت الحاج هلال فين؟ تاني بيت على ايدك اليمين اليمه دي. يمه الفرح. يمه الفرح. ايوه. طب وانت ليه يا حبيبتي بتلعبيس معاهم في الغمايه؟ انا مش عاوز العب. ليه؟ ماني هتجوز. يا حبيبتي ما انت لازم تتجوزي. ما اي بنوته درنطوطه مسيره تكبر وتبقى كبيره عروسه طويله قبل كده وتتجوز وتخلف صبيان وتبات ونبات وكده. بس انت لسه غنططه. انت اسمك ايه؟ انا عزه. انت من مصر مش كده؟ عرفت ازاي؟ يا ما شاء الله ما شاء الله. سطوره خالص انت يا عزه. قلت لي البيت فين بتاع مهلال؟ ايه ما قلنا تاني بيت على ايدك اليمين يمة الفرح. الله. مساء الخير. مساء النور. من ده بيت الحاج هلال؟ هو ده بيت الحاج هلال. طب انا كنت عاوزه في الصرصار. اهلا وسهلا. اتفضل اتفضل الحاج هلال. ايوه يا الف اهلا وسهلا. يا الف اهلا وسهلا. يا 7 مليون مرحبا. 7 مليون مرحبا. يبقى انت خلاص بقى انت اللي عليك العين والنني. يا اهلا وسهلا. يا اهلا وسهلا. انت نورت الشربات يا اولاد. الشربات. اتفضل اقعد. يا اهلا وسهلا. اهلا بيك يا حاج هلال. بقى هلا هلا على الجد. ايوه. والجد هلا هلا عليه. مظبوط. خلاص خلاص بقى الامانه اللي شايلها للحج اديلها سنه وادي الاوان انه ياخدها. ونعمه كلام. تاني هان إن فضلت محافظ عليهم ومن حقي
ناخد التمن اللي يريحني، واديك شايف العيشه واللي احنا عايشينها. وانا عندي كلامك يا عم هلال، انت تؤمر. تعالى بقى عاجل واديني حقي وخد حقك. يا سلام على الامانه والنزاهه والظرف. فعلا صدق اللي قال الفلاح صديق الانسان. انما انتوا عندكم فرح هنا يا عم هلال؟ ايوه، ما هو الفرح ده معمول علشانك. يا خبر عزاني؟ لا لازم اعمل معاك الفرح بقى. يا فول مدمر انا نفسي اغمد جعان حمود سكلك يا هارتي فقع مررتي والنعمه ده انت تفاح وموت السن كلام يا فول مدمر انا نفسي اغمد جعان حمود سكلك يا هارتي فقع مررتي والنعمه ده انت قفص لمون. كمان فيك الغفر لعبل لك حظر تجول وصل لي كلمة حول اعمل لك حظر تجاول وصل لي كلمة حاول واقول لي اسقط نظامك واضربك بالعالم اوعي. يا اما خفت الحقني دخت لا يا اما خفت الحقني دخت ودايبة طحت محتاجة اشوف خدي غرام وحب خرزي محتاجة اشوف غرام وحب وكرتشة لا خش في قلبي خش وحنلعب تحت الدوز تهدي ما انت تسعد انا جن مفور اضرب واكسر يا عم اصر اضرب واكسر يا عم اصر في النار ببيت ولا قلبي ميت ضرب ببيت ولا قلبي ميت ما هو ده النوع اللي انا علي بدور يا البيضة. ازاي خالص في ايه؟
يعني كله متنطط وعمال يرقص ويهيص وانت خلاص عايد وزك خالص؟ انت ايه مدي وزك اجر النهارده؟ انت بتستعبط ولا ايه؟ انت زيك زيهم تاجر اعراض. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. لا استنى بقى، يعني ايه تاجر اعراض دي؟ لما واحد يتوسط في بيت بنت عندها 13 سنه لعجوز عنده 80 سنه، ما هتعيش معاها قد ايه؟ 6 اشهر؟ سنه بكتيره؟ وبعدها يرميها بعيلها ويدور يشتري غيرها. عايزنا نسميك ايه؟ مش تاجر اعراض برضه ولا مصلح اجتماعي؟ ألف مبروك يا سهلان. الله يبارك فيك. التوكيلات جاهزة؟ التوكيلات جاهزة طبعا. كله قبض؟ وكله قبض. ما هي دي الأمانة اللي زمانها معتبر يا حاج هلال. فهمت أنا خلاص كده. يبقى نتكل على الله. نتكل على الله. لحظة واحدة يا حضرة المأذون. أنا بمثل على أحلى تجار. التجار الكبار اللي مصرفيننا، التجار اللي بيتاجروا في احلى بضاعه، البنات الاوزي ضناهم. ايه اللي حصل؟ تجوزوا ضناكم اللي سهرت عليهم الليالي، وبناتكم اللي كنتوا عايزين خلاص تقولوا يا رب تبقى دكتوره، يا رب تبقى مهندسه ديكور، والبنت تكبر وتبقى ما شاء الله عندها 10 13 سنه، تروحوا مجوزينها على طول هوب تصدير واستيراد. ومش مهم العريس شكله ايه، انما المهم الكتمنص يبقى عالي. طالما الكتمنص عالي خلاص هو بالنسبه له مش فارقه العريس، لان هو معذور. راجل هيفرغ طاقات ويروح لميها بقى في قلب الجبل. راجع ضميركم تاني، هقولها كلمه واحده بس ورزقي على الله. اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. انتوا ناس وسخه. أسعد. إيه يا شريف؟ شايف أسعد؟ إيه المكان اللي ورا ده؟ فين كده؟ ده قصر عابدين بتاع الملك فاروق. قصر عابدين. حلو. حلو أوي. نزل البيت علينا واحنا قاعدين. ازيك يا خالد؟ ازيك يا زفت؟ زفت؟ انت كنت فين وانت الصبح دلوقتي؟ كنت بذاكر مع اصحابي، ما انا قلت لك. انت عملت ايه النهارده؟ الله يهزي، انا مش عايز اقول لك، انا بصراحه المكالمه بتاعت الجد غلط خالص خالص، ورحت وقعت في ناس ما يعلم بيهم الا المولى عز وجل. انا انت مالك يا هزي؟ مش عادي كده، ايه اللي حصل؟ اصل اصحابي اتفقوا ياخدوا مجموعه كده و... مجموعه ايه؟ انفلونزا؟ لا يا خالي، مجموعه تقويه. تقويه هيلعبوا حديد؟ لو هيلعبوا حديد ترابيس وعظم ومجارس وبزاز وكده. حديد ايه يا خالي؟ امال ايه؟ مجموعه تقويه دراسه زي الدرس كده. درس كده، مجموعه طلبه ودرس. هي غاليه شويه بس مش مهم. الكلام اللي بسمعه منك ده انا قصرت معاك في حاجه؟ انا مش عايز اتقل عليك. لا يا حبيبي اتقل عليا ليه؟ انت على طول اطلب، بس قبل ما تطلب ادعي. انا كل ما افتكر ان لسه في جامعه ومش عارف انت هتجيب مصاريفها منين، اقول كفايه على الثانويه. لا يا سيادي، انت لازم تعرف ان انت هتكلم علامك، يعني هتكلم علامك. خلاص خلاص، وهتكلم علامك في احسن جامعات فيك يا مصر.
جامعة السنجرية وهتتخرج فران. فران برضه؟ فران متعلم متحدث. خد يا سيدي هتاخد المجموعة 5 جنيه. حلو كويس؟ 5 جنيه خلينا نتكلم جد. على رأيك 5 جنيه صحيح ده؟ ده انت يا دوب بس ال 5 جنيه دي تروح مسلم بيها على المدرس. خد يا هادي امسك يا حبيبي. ربنا يخليك ليا يا خير. خلاص يا سيدي خلاص؟ خلاص كده؟ خلاص راحت المشكلة خلاص. ايوه لما تنزل لحضرتك مخصوص الورق. الورق. طب العلواء خلاص عرفته. خلاص خلاص انا جاي في الطريق. ادينا جينا يا سيدي عند قصر عبد الدين. ورينا اتدخلنا ازاي. خلي الرجاله تفتش المنطقه دي حته حته وطلع لي الواد ده بسرعه. اتفضل يا دقيقة واحدة بس والأستاذ جاي. سمير يا ابني. أنت مصدق نفسي؟ ده أنت ذكي بقى عن فكري. سايل الورق وعينه عند الأستاذ سمير غانم نجم الكوميديان عشان ما حدش يسك. هي دي الدماغ. أهلاً أهلاً. أستاذ سمير. أهلاً أستاذ سمير. أهلاً أهلاً. كفاية يا بوس. أنا معجب بيك خالص. والله خالص معجب بيك والنبي. صورة صورة بقى صورة. أنا بحبك أوي خالص. لازم البوس. بص الصورة كده بص عشان ممكن تقلع النظارة عشان خاطر الناس يعرف أنا مين. لا ما هو أنا لو قلعت النظارة مش هيعرفوني. أنا معروف بالنظارة. عادي في النظارة هيعرفوك إن أنت الأستاذ سمير. حبيبي. ده أنا بحبك خالص والمصحف. مش البوس. أهو نب. ولازم تضطر يا سلام. دي بص دي بص دي انت عارف دي بقى خد دي يا استاذ سمير. والمصحف الشريف هعملها وجع على البيت عندنا بس وجع على التليفون كمان. ده انا معجب بحاجات كتير وبتاع ونبي خدنا نمثل معاك. وفرصوتة اخرج انتيكا اتعلم سينما في امريكا يرقص بانجو تيكا بيكا بيكا. فطوطة بيرقص بانجو؟ اما ده كان زمان دلوقتي بيرقص ترامادول. حسن والمصحف يا نهار والمصحف حبيبي والمصحف. انا مصدق نفسي والله ما مصدق نفسي. فكرني انت بايام الشباب. الله يخبرك والله اغنيتك العظيمه بقى اللي كانت بتخليني اوف خليني ببقى نايم بترزح من العياط. غنوتي؟ الغنوه اللي بتاعت مين اللي قال ان الزمان ملوش في امان يا عيني. مش انا مش انا مش انا ده الاستاذ سمير الاسكندراني. سمير الاسكندراني؟ الاسكندراني مين؟ اسكندراني. الاسكندراني امال انت مين؟ أنا سمير برضو بس لا اسكندراني ولا صبري. أنا سمير غانم. أنا نايم طول الليل والورق في حضني. هو صحيح مشهد واحد في الفيلم بس مشهد يقش مشهد ماستر سين. أنت أنت عارف أنا جاي أصلاً لا 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 شوف المسائل المادية دي ما تهمنيش. أنت سيك قيمة الدور. أنت سيك أنت فنان من الفنانين اللي هو فنان منذوي. الله يخليك. خلاص بقى ما نعمل مع بعض بروفا. استنى الدور اهو. يا ريس الدور اهو مع انت هتعمل معايا دور عصمت. عصمت لا ادوار البثوات دي بقى. الله ايه يا استاذ سمير. اسمع ايه يا استاذ سمير. انزل بس ما تشوشرش. اخلص يا عصمت يا كلبه. الدنتايه طلعت دنتايه يا استاذ سمير دي صح؟ راح فين يا استاذ سمير؟ سيبني انا بتعايش مع الدور عشان اطلع حماسي. فرجني بقى على حماسك وهو طالع. المتزودون عارفه ليه بس المتزودون. خلاصي انا وثقت فيكي واديتك كل اسراري. تطلعي اسراري بره اتضح انك مجرمه ودبل ايجنت. جملتك ها القصاص ها جملتك دلوقتي انت بتعمل معايا كده ليه؟ جمله انت فاهم معايا كده ليه يا ذوق كذابه؟ الفلوس عمت عينيك يا كلبه يا دور. يا انت سمير انت سمير انزل انزل تحت انزل نام على وشك. انام على ايه؟ على وشك. وشي؟ انا باثق فيك خلاص يا حبيبي. ده تمثيل عشان حماس. ما انا خايف التمثيل يقلب حماس. ما انت نام على وشك. هنام على وشي خلاص. وتسحف وتمسك رجلي. انت لازم تموتي لازم تنتخنقي. انت سبب المصايب. انت مش بنتي
انت مش بنت انت بنت الله يا استاذ كمل كمل بنت بتروح مني ساعات بنت اختك بنت اختك بنت اختك ولا ما ينفعش عشان الخط ده بنت بنت السلطان اوعي الله ايه ده يا استاذ سمير ايه ده ما شاء الله ده حلو قوي عجبك اه ده متن ايه ده ها متن ايه تلك يا مجرمة انت فين استنى التليفون تليفون الو ايوه دي الشركه بتاعتك يبقى لسه الشركه والله بتعمل عماله في ايدك انت الو انت حر بقى اهلا اهلا يا حبيبي لا الورق زي الفل الراجل بتاعكم عندي ده راجل طيب قوي قوي بيبص في كل حته في الشقه اللي انا نعم الفيلم ليه لا 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 والله لا انا 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 شخصا كنت اعتذر يعني بس زي ما تقول محرج شوي يا سيدي فيلم راح فيلم يجي ولا يهم انا تحت امره مع السلامه يلا بقى نكمل بروفه بقى يا استاذ سمير يلا نكمل بروفه بقى اللي هو ادي ايه الفيلم بح ايه ده خلاص صبرناه كده خلاص هينزل امتى خلاص طب ليه انا مش عايز فلوس انا عايز اسمع تسقيف الناس عايز اشوف نظرات الحب والاعجاب اللي بتتابعني وانا رايح وانا جاي عارف المشاعر دي عندي اغلى من كنوز الدنيا كلها انا عايز ارجع اتدفى تاني في قلوب الناس اللي بتحبني زي زمان بتقولش كده يا استاذ سمير ده انت قاعد ده انت مخور في قلوبنا انت جاي مع مين اساسا انا فتح يا استاذ سمير غني تفتح مين انا فتح جاي عشان خاطر الورق بتاع الراجل اللي مرمي في المستشفى ورق ايه الورق بتاع القتيل اللي مرمي في المستشفى دوت قتيل مين يا سعيد سعيد اللي هيجيب الورق امر يا استاذ خد صوفيا لورين دي وطلعه بره ايه ده ايه ده هي كده يا استاذ سمير خلاص خلاص كده حماسك قل خلاص على فكره انت كده بتخسر واحد من جمهورك عارف لو جمهوري كله بالمنظر ده بناقص مش حماس يا كومبارس يا ابن خص عليك الله يكسفك خلاص يا هادي خلاص دي تاني مكالمه وتطلع في زنك الموضوع ده شكله كده على بعضه فاكس خالص اصبر اصبر بس اسمع بس مني انا واستري مني انا خلاص عايز اسيب حاجه قاعده اتنفس عايز اروح اسيب بحر بحر ولا اسيب سفلتور اخر هي سفلتور البحر يا خالي يا عم خليهم سفلتور البني ادمين سفلتور البحر لا يا سيدي ما سفلتوش البحر اصبر انت بس خلص امتحاناتي ونقع المكالمه التمام نقفش ال 2 مليون ونصيف في احلى حته في مصر اسكندريه مبارات اسماعيليه عصيان ايه يا خالي الاحباط ده هنروح فين بقى عايز انت تتواله في حاجه نروح انا اقول يا هادي احنا من زمان واحنا قاعدين مع بعض كده قعده خاله وبنته وابنه مفيش اي غراميات بس بقى يا خال بقى يعني ما اغتصبتش واحده من صحابك مثلا مره كده يا ولدي يا ولدي انت يا ولدي طب ما نمتش مع واحد صاحبك ايه يا خالي في زمان بقول لك ايه ما تقوم تعمل مكالمه كده على ما صور ورق الدرس وحصلك خلاص الصبح لا دلوقتي يا خالي الصبح والله خلاص فكر في 2 مليون عشان خاطر خلاص حاضر بجد خلاص الصبح زيرو واحد خلاص خلاص زيرو واحد كده خلاص بتسأل على الورق ايوه الورق موجود تعالى في اي وقت مفيش اي وقت قول لي عنوانك فين واجيلك فورا جزيلا فرع البنك اللي في مول السعاده هتسأل على الاستاذ سعيد فتح اهلا نازي انا كنت طالعه لك عامله لك سندوتش ليا بالمسقعه تستاهل حنكك تعالى جوه بس بقى خلاص بقى عشان خاطر الوقت بس ارجع ورا شويه خلاص هاكل ده وانا ماشي خلاص كل حاضر خلاص هاكل ده بالهنا والشفا يا تتحت ايه هادي انت مالك انت كابس ليه كده
بالهنا والشفا يا تتو. امسك الخوف امسك الخوف. دي ليه تخرفوا على بعضها سربتها لك من ورا امي؟ سربتي ليه امك من ورا؟ ايه ادي انت ايه كارث ليه؟ الواد بس واقف ما ينفعش، الواد صغير. طب قول. حاضر حاجه. قول يا حبيبي قول. حاضر حاجه حاجه وانا ماشي عشان خاطر افتكر ايه. هادي هادي وبعدين الله. قول يا حبيبي. حاضر حاجه بس وانا ماشي عشان خاطر ابقى ايه عايش على الذكرى. خلاص امي بتقول لي ضرب الحبيب زي اكل الزبيب. عايز ايه يعني زبيب؟ هاتي وشك. انا هضربها يا خالي ضربك كده. انا هضربها ايه هادي خلاص يا هادي خلاص هادي. انت بتزقني برجلك يا هادي؟ والله ما سقيت برجلي انا. امال ايه اللي بتزقني زحزح يا هادي؟ ايه خلاص بس بس امسك يا تعريخي حتى يلا يا عم ده انت ابني امسك يا وسخ خلاص بلغت.